عاشت جمهورية الحق وعاشت المقاومة الإسلامية، عاش اليمن سعيداً وعاشت فلسطين حرة وعاشت لبنان أبية وعاش العراق مقاوماً. هذا الرد الذي يشفي اليوم الغليل بعدما تصهين العرب والمطبعين، بعدما كانت فضائياتهم تستهزئ بالردود الإيرانية وتقول أين الرد الإيراني، تستهزئ بضربات اليمن، ها هي ضربات إيران الموجعة في وسط تل أبيب، في وسط عاصمة الشر، عاصمة الكيان الغاصب. قبل عدة أيام خرج نتنياهو بلسانه القذر في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال إن يد الكيان الصهيوني هي اليد الطولة بالشرق الأوسط. يد من؟ يد الله هي الطولة في الشرق الأوسط ويد الحق. أحبة المشاهدين متباركين حقيقة، هذه الأيام اللي راحت أيام حزن، أيام غصة عميقة برحيل سيد الجنوب وسيد المقاومة السيد حسن نصر الله، ولكن الفرحة الكبيرة الآن عندما نشاهد هذه العاصمة التي دمرت الكثير من العواصم العربية، محتلة جولان السوري، تعتدي على الفلسطينيين، لديها نوايا دولة الحلم من الفرات إلى النيل ومن النيل إلى الفرات، تهتز بهذا الشكل، هذه العاصمة التي تؤثر على قرارات الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم خائفين في ملاجئهم بأمر ولي المسلمين السيد الخامنائي. أحبة المشاهدين نرحب بضيوفنا الأكارم، الأحداث متسارعة، الأحداث العواجل كثيرة جدا وكبيرة جدا. الأستاذ في الاستوديو الأستاذ كامل الكناني، أهلا، الباحث بالشأن السياسي، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك، حياك الله وحيا مشاهديك الكرام. ربي يحفظك. ورحب من طهران من عاصمة المحور وقلعة المحور الصامد الأستاذ هادي محمد الخبير الاستراتيجي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيكم وضيوفك العزيز. نعم، أبدأ مع الأستاذ كامل الكناني، لا مقدمات ولا أسئلة، هاي الأسئلة يعني سديتها وكانت على غير أمور، كنا على موضوع لبنان وموضوع السيد حسن نصر الله، صح إلى الآن الغصة في قلوبنا، ولكن الآن الحدث الأبرز، الحدث الأهم، المتصهينين العرب الذين كانوا دائما بتعليقاتهم السذج في مواقع التواصل الاجتماعي، أين إيران؟ هذه هي إيران، تفضل أستاذ كامل. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا قناة المقاومة، قناة الأيام ومشاهديها الكرام وضيفك العزيز الأخ الأستاذ هادي محمدي من طهران. بالحقيقة يعني لا نقول أنها تثلج الصدر، ولا نقول أنها تفرح، ولا نقول أنها تسر المؤمنين، ولكن يكفي أنها تكون يعني تعزية للمثبطين، تعزية للذين ملأوا وسائل التواصل الاجتماعي ضجيجا عن محور المقاومة، سموه محور المقاولة، واتهموا إيران بأنها تنازلت عن المقاومة. نعم. وباعت المقاومة وباعت السيد نصر الله وتفاهمت مع الأمريكان. استفادوا من تصريح للسيد بشكيان في أن إيران تدعو إلى السلام وإيران لا تريد الحرب وإيران تتمنى من الشعب الأمريكي أن يقدم مبادرات إيجابية، فنقلوا تصويرهم وخداعهم وتضليلهم في هذه الموجة. خلال هاي الأيام الماضية كانت هنالك آلاف التعليقات التي يعني تجرح المقابل، ولكن كلنا ثقة، كنا نثق بقيادة محور المقاومة، بالعلماء والقادة والسادة الذين يقودون المحور سواء في إيران أو في اليمن أو في العراق أو في لبنان، وكلنا ثقة بأن الله سبحانه وتعالى لا يترك أولياء، الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، ربما يتأخر النصر، ربما يغيب أو تغيب بعض مظاهره، أو ربما يكون في الكثير من الأحيان الله سبحانه وتعالى يرد بالمؤمنين أنهم عسى أن يكرهوا شيئا وهو خير لهم، وعسى أن يحبوا شيئا وهو شر لكم. فمظاهر الأحداث في الأيام الماضية كانت تنبئ بتغول صهيوني، توحش إسرائيلي، اختراق لكل الضوابط والمعايير والقيم، يعني يقتلون آلاف الناس بدم بارد، والولايات المتحدة الأمريكية تقول أن الجيش الإسرائيلي أحسن جيش أخلاقي في العالم، لم يقتل مدنيين، وصل عدد الشهداء أكثر من 45,000 شهيد في غزة وفي لبنان، والولايات المتحدة الأمريكية تقول لم يثبت لدينا أنه يضرب مدنيين. إذن هذا العدد يعني هؤلاء كلهم مجاهدين حماسيين، حزب الله ما كانت توصل الولايات المتحدة الأمريكية، لا توصل وتعلم، ولكن هذا التضليل وهذا الخداع اليوم يتعرض إلى فضيحة جديدة. أولا القبة الحديدية وحيتس ومقلاع داود كلها تبين أنه
مبيعات كرتونية يستنزفون بها أموال الدول المطبعة والدول الغنية ولا تقدم شيء. الآن المعلومات من مصادر موثقة أن نعم. أكثر من 80% من الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها. بالضبط. إذا تحدثنا عن 400 صاروخ الدفعة الأولى و120 الصفحة الثانية، من كل 100 صاروخ 80 نجح. فإذا نحن أمام قدرة تدميرية هائلة، إضافة إلى أنها قدرة تدميرية هائلة إلى أنها أهداف نوعية ذهبت إلى القواعد الجوية التي ينطلق منها الطيران، في إحدى القواعد الآن 5 طائرات تم تدميرها، وإلى المقرات الموساد التي هي التي ترسم الخطط الاستخبارية التي تنفذها القوة الجوية الصهيونية. إذن نحن أمام ضربة نوعية، أمام ضربة رادعة، وأمام ضربة ليس فقط آنية. الآن الرد على الرد جاهز. الحرس الثوري أعلن أن أي رد إسرائيلي على هذه الضربة سيعني أن هنالك ضربة قاسية، وهذا ما صرح به الآن ممثل إيران في الأمم المتحدة. إذن نحن أمام أعطى إحاطة، أمام ضربة نعم. أمام ضربة رادعة وأمام ضربة ستردع إذا ما قرر الكيان الصهيوني الذهاب إلى أي رد. نعم. فأنا أولا أهنئ إخواني المؤمنين المشاهدين الكرام، جنابك الكريم وضيفك العزيز، بأن الله سبحانه وتعالى دائما بإيران وبالقيادة الإيرانية وبالحكمة الإيرانية وبالشجاعة الإيرانية يرفع رأس المؤمنين عالي. الحمد لله. أنتقل إلى الأستاذ هادي محمدي الخبير الاستراتيجي من طهران. أهلا وسهلا بك من جديد، ونبارك هذه الضربات المحمدية الحيدرية الحسينية. أستاذ هادي، أريد أبدأ وياك. يعني دائما خرج مصطلح بعد استهداف أو بعد استشهاد الشهيد إسماعيل هنية، الصبر الاستراتيجي. هل نفذ هذا الصبر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة بعد استشهاد السيد حسن نصر الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم والعزيز ولشعب العراق الغيور ولكل المقاومين من اليمن إلى لبنان وإلى سوريا وإلى فلسطين، وأبارك لكل المقاومين حتى يفرح قلوب المقاومين ويستمرون في نضالهم للكيان الصهيوني الذي يعني تخطى كل خطوط الحمر نعم. الإنسانية والقانونية والبشرية وكل القواعد الدولية. هذا الرد كان أساسه على أساس قواعد وقوانين الدولية في وثيقة الأمم المتحدة نعم. في دفاع المشروع بعد ما ارتكب كيان الصهيوني بجرائم مختلفة في غزة ودمر وقتل وفي استمر في أنجحيته في لبنان وعمل إرهابي لاغتيال القيادات، وفي آخرها بعد ما يعني ارتكب جريمة في طهران وفي ضاهية نعم. ارتكب جريمة الكبرى لاستشهاد سيد المقاومة نعم. يعني تاج المقاومة سيد حسن نصر الله كان هناك يعني نفض صبر الاستراتيجي عند الشعب وعند المسؤولين. وفي الحقيقة يعني هناك حكمة استراتيجية من قبل مسؤولين الجمهورية الإسلامية، خاصة بعد ما يعني وصلت المعلومات الدقيقة من تحركات الأمريكية والنايتو والبريطانيين وفرنسويين وبعض العرب في هذا المنطقة الحساسة والمقدسة في فلسطين، لأنه زادوا 5 أضعاف يعني دفاعات الجوية وجاءوا بطيارات جديدة و22 F-22 الذي اليوم وفي هذا الساعات يعني على الجو العراقي حتى يسد على صواريخ. وهذا العمل الاستراتيجي من قبل الجمهورية الإسلامية زرع صفعتها اولا في الوجه الامريكي والنايتو وكل الدائمين للكيان الصهيوني، ووصلت كثير وعديد يعني قريب باكثر من 80% اهدافها من جنوبها الى وسط الكيان الصهيوني، اهدافها العسكريه والامنيه. وخاصه هناك درس للمجتمع الدولي وللكيان الصهيوني وكل العالم بأنه الجمهورية الإسلامية إذا كان يريد أن يقتل يعني مجتمع الصهيوني كان يستهدف مجتمعات البشرية والمدن غير القواعد العسكرية والأمنية.
لكن هذا أخلاق المقاومة في كل الساحات وخاصة في الجمهورية الإسلامية. نعم. وانضربت قواعد ومراكز الحساس. سأعود إليك الأستاذ هادي محمد الخبير الاستراتيجي من الطهران، أعود مع الأستاذ كامل الكناني. أستاذ كامل، الآن خرجت بعض الأخبار التي تقول أنه ممكن هناك تحركات أمريكية بالشرق الأوسط لصد ممكن هذا الهجوم بأمور دفاعية إلى آخره. هل تتوقع أنه الولايات المتحدة الأمريكية تنوي أن تتدخل مباشرة أو تستمر فقط بالدفاع عن الكيان الصهيوني بدفاعاتها وبطائراتها؟ أعتقد هي متدخلة بشكل مباشر. الأحاديث عن الغارات الجوية التي حدثت في جنوب لبنان، الآن الكيان الصهيوني نفسه قال أنه غار 1400 غارة على جنوب لبنان وعلى الضاحية الجنوبية وعلى ما أسماه مقرات ونقاط تواجد حزب الله في لبنان. من الناحية الواقعية ومن الناحية العسكرية من المستحيل أن يتمكن الكيان لوحده من إطلاق 1400 غارة جوية. يعني 1400 حسب المعطيات أنه ما يقدرون يتمكنون. 1400 طيارة هي ومساعدها وطاقمها الأرضي وطاقمها الإشرافي وطاقمها اللي يتابعها يحتاج إلى جيش أضخم من جيش الكيان الصهيوني بأربع خمس مرات. فمن الراجح أن تكون هنالك مساعدة من قبل حاملات الطائرات أو ربما قواعد جوية في المنطقة من الإمارات من السعودية من غيرها ساعدت في الهجوم هذا الوحشي الذي دمر البنايات والمجمعات السكنية وفي القرى اللبنانية. فمن الناحية الواقعية متوقع جدا أن أمريكا دخلت بشكل مباشر. ومن الناحية القانونية هي دخلت بشكل مباشر حينما جاء وزير الدفاع الأمريكي وحضر في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وشارك في قرارات الحرب، وجاء بايدن في الأيام الأولى لهجوم ما بعد 7 أكتوبر وشاركوا بشكل عملي من الناحية الواقعية بغرف عمليات. فهذا من الناحية الرسمية والقانونية هو تورط أمريكي مباشر. الآن في هذه الهجمة ليس من المستبعد أن تشارك حاملات الطائرات، القوات الجوية الأمريكية، الصواريخ، المضادات في إسقاط عدد من صواريخ إيران باتجاه الكيان الصهيوني. ولكن فقط مو هجومي. ولكن الواقعية تثبت أن إيران أطلقت صواريخ نوعية، صواريخ إما استراتيجية باليستية وإما فرط صوتية، لأن وقت الوصول 8 إلى 15 دقيقة هو الذي أربك القدرة الدفاعية الصهيونية وجعلها عاجزة، يعني لم تستطع أن تسقط هذه الصواريخ. تختلف عن عملية الوعد الصادق. لا أستبعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة حماية الكيان الصهيوني، ولكن أستبعد أن تقوم بهجوم. بأي عمل هجومي ضد هذه الصواريخ أو ضد القواعد التي تنطلق منها أو ضد أهداف إيرانية، لأن إطلاق 400 صاروخ باليستي خلال أقل من ساعة على تل أبيب وعلى مناطق يكشف القدرة على أن إيران قادرة على ضرب كل القواعد الأمريكية في المنطقة. 400 صاروخ يعني قادرة على أن تضرب كل حاملات الطائرات وكل القواعد الجوية بأمريكا، مو بس يعني بلبنان أو بفلسطين أو بالسعودية، ربما الحد الهند والحد ممكن بعيدة حد أوروبا. نعم. هذا المعنى إيران تريهم هذه القدرة، فلما تريهم هاي القدرة هي يعني تنصحهم بالتي هي أحسن، لأنهم لا يفهمون غير لغة القوة. هاي اللغة الوحيدة التي يفهمها الأمريكيون. تخاطبهم بنفس اللغة، تقول لهم نحن حينما نضرب تل أبيب بـ400 صاروخ معناه نقدر نضربكم 20 صاروخ هنا وعشرين هنا وعشرين هنا وعشرين. نعم. فهذا المعنى هو الذي يردع. الولايات المتحدة الأمريكية الآن في موقع المردوع وليس في موقع الحكيم والذي لا يريد أن تنجر المنطقة إلى تصعيد. كانوا يصرحون أنهم لا يريدون الذهاب إلى تصعيد، ولكنهم يدعمون التصعيد الصهيوني، يدعمون الكيان الصهيوني. حتى في هجوم البري على جنوب لبنان دعموا بشكل رسمي، وقالت المتحدثة باسم البنتاغون أن أمريكا تدعم تدخل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. إذن فقدت معنى الدولة، الدولة التي تحصل استشهاد السيد حسن نصر الله بايدن. الآن العصر نعم. اليوم العصر أمريكا تعلن دعمها للتدخل البري الصهيوني. إذن أمريكا فقدت معنى الدولة التي تحترم القانون وتحترم الدول وتحترم القوانين الدولية. هذا نعم. المعنى الآن أنا أعتقد أن هنالك ردع واضح، ميزان الردع اتضح لصالح إيران. نعم. ولا أتوقع أن هنالك رد أمريكي أو إسرائيلي على إيران، خصوصا وأن الحرس الثوري أصدر في بيانه تحذيرا قال إذا رددتم علينا
سوف تكون هنالك ضربة ساحقة، وخاصة أنه أثبتت الصواريخ الإيرانية أن القواعد الأمريكية في المنطقة تحت يدها، تحت يدها هو هذا أقربها العديد في قطر. هو هذا الردع الواقعي. نعم، أعود للأستاذ هادي محمد، نفس السؤال اللي سألت بالأستاذ كامل الكناني، هل تتوقع الجمهورية الإسلامية مشاركة أمريكية بموضوع مثلا الدفاع عن الكيان الصهيوني أو ممكن مهاجمة؟ أنت كيف تحلل الوضعية أستاذ هادي؟ هذا كلام الأستاذنا والضيف العزيز وأخي الكريم كان في السميم، يعني هذا واضح أنه أمريكيين يعني مشاركين، ليس بس مساندين ويعني يدعمون الكيان في الدعم اللوجستي والاستخباري، بل يتدخلون عملياتيا على ساحات الميدان حتى في العراق. سمعنا هناك كان غارق على منطقة البوكمال، وهناك في حتى في غزة، لأنه نعم. هناك معلومات أخرى يدل على أنه في قوى الجوية للكيان الصهيوني هناك انسحابات وهناك فسخ في العقد مع الجيش الصهيوني، وخرجوا من دائرة العملياتية، وهناك ضعف في أقسام مختلفة في الجيش الكيان الصهيوني، وبهذا السبب كان هذا الكيان يحتاج إلى مشاركة مباشرة من قبل الأمريكيين والدول الأخرى، مثل حتى من أردن، هناك من إمارات، هناك يعني أجساد يرجع من كيان الصهيوني بطيارين وعسكريين، من أردن وحتى من بعض الدول الأخرى، الذي يختمون يساعدون يسحلون الأعمال الوحشية لهذا الكيان انتقاما لشعب المقاوم في فلسطين وفي لبنان. لكن يعرفون، وكما وصلتهم رسائل واضحة بأنه إذا يشاركون بأي عمل والتسهيل ضد الجمهورية الإسلامية وأراضي الإسلامية، هناك دوائر أوسع من قواعد العسكرية، وفي عصب الأساسي مراكز النفطية والأرامكو والمشابه ذلك، وكل الخطوط البحرية وكل الخطوط النفطية على صعيد الإقليمي، زائدا القواعد الأمريكية. وبهذا السبب أنا ذكرت عندما استهدف أرامكو في السعودية، والترامب كان يدل على يعني يعترف بأنه لسنا مدافعين عن القواعد الآخرين، ونحن ندافع بس عن قواعدنا والجيوشنا والعسكريننا. اليوم الأمريكيين مع أنه يعني مشاركين بشكل مباشر في الحرب ضد لبنان وفلسطين، لكن يخوفون ومردوعين بشكل واضح، ولا يستطيعون ليس انه لا يريدون، لا يستطيعون ان يتدخلون، لانه الكاستو بنفيد التكلفه والفائده عند الامريكيين واضح، بانه لا يخسرون بل القواعد والمصالح الاقتصاديه، يخسرون السيطره على صعيد الاقليمي بغرب اسيا. لهذا السبب هذا واضح بأنه مشاركين أمريكيين والناتو والآخرين من دول أوروبية أولا، وثانيا هؤلاء عندهم حسابات دقيقة وكانوا يناورون في نعم إلى أن يعود الاتصال الأجواء الإعلامي. نعم. أستاذ هادي شباب ضبطون الاتصال مع الأستاذ هادي محمد ونعود إليه. أكيد أعود مع الأستاذ كامل الكناني، أضعك أيضا بأخبار السريعة، سنعود أكيد للأستاذ هادي، ولكن دعونا نكمل مع الأستاذ كامل الكناني. الآن حسب الإعلام العبري الصهيوني تنتشر مقولة أن الولايات المتحدة الأمريكية خذلت الكيان الصهيوني، خذلتنا، بيتكلمون بهذه الصفة. الجمهورية الإسلامية ومن خلال التلفزيون الإيراني الرسمي أطلق تسمية الوعد الصادق الثاني رقم 2. إذن اليوم نحلل أول بداية الموضوع، التسمية أنه هناك إذا ردت الكيان الصهيوني أو أي عملية متهورة أخرى أكو وعد صادق 2 و3 و4 و5.
هل هذا تفسيرها؟ وإضافة للتحليل أن إسرائيل الآن تتكلم عن خذلان، شاهدت خذلان من الولايات المتحدة. يعني من الناحية الواقعية الولايات المتحدة الأمريكية توجه الكيان الصهيوني وتقوده إلى جرائمه. الولايات المتحدة الأمريكية ليست مقودة من قبل إسرائيل. هذه الحقيقة ربما يساهم الإعلام العربي المضلل كثيرا في ترويجها، وهو أن أمريكا تستجيب لرغبات إسرائيل وتخضع لها. من الناحية الواقعية الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل الكيان الصهيوني ككماشة نار، تحقق به وتنفذ به سياساتها في الهيمنة على المنطقة. الهيمنة الأمريكية في المنطقة والعالم تحتاج إلى عدد كبير من الأدوات. في غرب آسيا، في شرق آسيا يحتاجون تايوان، مسوي لهم دولة صغيرة تجيب صف الصين، يبتزون بها الصين ويضغطون بها عليها. في كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية الصراع بين كوريا الجنوبية، في منطقتنا هنا الكيان الصهيوني، في أي منطقة بالعالم عندهم بؤرة مشاكل يتم إدارتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في سياسة معروفة رسميا تدرس حتى بالجامعات الأمريكية للعلوم السياسية، إدارة الأزمات وليس حلها. هذه الطريقة هي التي تدير بها أمريكا مصالحها بالعالم. فلا أعتقد أن الكيان الصهيوني هو مركز قيادة المصالح الأمريكية، ولكنه في المنطقة هو كلب حراسة يتم إطعامه لكي يعض الخصوم ويخوفهم وينبح عليهم. هذه طريقته. لذا احتمال أن تنخرط الولايات المتحدة الأمريكية في معركة مع هذه القوة دفاعا عن إسرائيل، أعتقد هذا يعني أمر مستبعد. نعم هي تساعده، تنطي أسلحة، تذب على العراقيين، تذب على اللبنانيين، تخليه يهاجم سوريا، تخليه يهاجم أهداف سوريا، هذا محتمل، وهو هذا وظيفته، هو وظيفته الأساسية بالضبط، ينفذ المصالح. حينما يتحول إلى عبء يتم التفريط به، هاي أكيدة. الولايات المتحدة الأمريكية حتى الرئيس الأمريكي إذا يفرط بمصالحهم يذبونه بالسجن، ما عندهم مشكلة، ما عندهم رابطة أخلاقية ولا رابطة قيمية ويا حلفائهم ويا عملائهم. العميل قطعة كلينس يتم التمسح به وإلقاء في سلة القمامة في أي وقت. بالضبط. وهكذا فعلوا مع شاه إيران ومع حسني مبارك ومع غيره. شاه إيران راد لجوء الأمريكا مانطو، لجوء الأمريكا راد بس مكان يقيم به بعد هو وعائلته ظل مهجر بين مصر وباريس، خلوا يروح البنما أول مرة وبعدين جابوا المصر. فالنظرة إلى العميل هي هذه. أنا ما أعتقد الكيان الصهيوني أكثر من عميل، أكثر من أداة تنفيذية للمصالح الصهيونية. لذا حينما يصطدم اصطدام قوي مع دول المنطقة، وحينما يرون أن هنالك جدية في المواجهة، أن هنالك استعداد للمواجهة، سيد خامنئي لبس كفن. صحيح. لبس كفن يعني بمعنى أن أعلى مستوى في إيران مستعد للاستشهاد. هذا لدلالة، لدلالة السياسية ولدلالة يعني التي يفهمها الأمريكان جيدا، بمعنى نحن مستعدون أن نصل معكم إلى آخر الشوط. فأعتقد هذا قوة رادعة. نعم. قوة ستجبر إضافة أستاذ كامل، الآن حسب الأخبار التي ترد أنه إيران ما أخذت أنه مكان من حدودها الغربية، لا، الصواريخ انطلقت من طهران، من العاصمة ومن تبريز، يعني تقريبا ممكن تبريز اقرب، ممكن الحواضر الحضاريه يعني المدن الكبيره بالضبط، ما اختارت مناطق على مود المسافه قريبه باتجاه الحدود التركيه. جيد. تحليلك للتسميه الوعد الصادق. انا اعتقد ان هذه التسميه تنطلق من ليس فقط ادامه المعركه، ليس فقط ان وعود صادقه قادمه يعني، ولكنها ترتبط بان هنالك سياسه استراتيجيه ثابته، ليس سياسه فعل ورد فعل انيه، وانما سياسه متزنه تعد وتنفذ، ووعدت ونفذت، والآن وعدت ونفذت، بمعنى أنها ستعد وتنفذ أيضا، ما يعني أن هنالك ثبات استراتيجي، معنى أن السياسة ليست ردود أفعال، معنى أن السياسة ليست ضربات تضربني وأنا أضربك، لا، حينما تضرب إيران تفكر بقطع اليد التي ضربتها وليس بالرد المباشر ضربة بضربة. نعم. وهذا الطريقة الإيرانية معروفة، الإيرانيون بالمثل الشعبي عندنا يقولون يذبحون بالقطمة. فالآن يمارسون. نعم. هذه السياسة الحكيمة وبعيدة المدى والرادعة فعلا، يعني لما 400 صاروخ ينطلقن في ساعة على الكيان الصهيوني ويخترقن هاي الأنظمة الدفاعية، توجد 4 أنظمة دفاعية جوية. نعم. للكيان الصهيوني، إضافة إلى مجموعة من الوسائل الحمائية الأخرى، يعني منظومة باتريوت ومنظومة حيتس ومنظومة مقلاع داود ومنظومة الطائرات المسيرة والطائرات التي تطيرها أمريكا الآن في دول المنطقة، في الأردن وفي أجواء العراق. يعني حسب حصيلة أولية 20 طائرة F-35 تم تدميرها وهي جاثمة بالمطارات العسكرية. هذا مهم جدا لكي يشكل منع من الرد الإسرائيلي، حتى إسرائيل حتى تعجز عن الرد،
يعني ضرب وتخفف على الجبهة اللبنانية، ضرب مقرات الاستخبارات وضرب القواعد الجوية سوف تفرض على الكيان الصهيوني العجز الواقعي. يعني حتى لو كان يريد أن يرد في القرار السياسي يعجز عن تنفيذ الرد في الواقع العسكري والميداني. نعم. هذا مهم جدا. أعود إلى الأستاذ هادي محمدي. أستاذ هادي، حسب التصريحات الرسمية التي الآن تخرج من قيادة الحرس الثوري ومن الجيش الإيراني، أنه إذا رد النظام الصهيوني بصاروخ واحد فردنا القادم سيكون بأكثر من 1000 صاروخ، هل للكيان الصهيوني الجراءة بالرد على هذه الضربة المباركة؟ أولا أريد أن أكمل بأنه العمليات الليلة أثبتت بأنه إيران، جمهورية يعني إيران الإسلامي على عهده بالثار على إسماعيل هنية وعلى عهد مع كل الشهداء وعلى عهد بسيد حسن نصر الله وعلى عهد من كل الشهداء من العراق من اليمن ومن سوريا ولبنان وفلسطين وعلى عهده في مقارعة المجرمين في كل الساحات ويستمر في دعمه ويستمر في معازرته لجبهات مختلفة ولها رؤية استراتيجية ورؤية حكيمة في تصرفاتها وخططها تجاه كل التحديات. ثانيا، موضوع العمليات الليلة يرسل رسائل بعدة اتجاهات. أولا تجاه الأمريكي وكل من يدعم ويساند الكيان الصهيوني. نعم. ويدافع عنه مع كل الجهوزية. كان هناك اختراق كبير بأدوات جديدة التي استخدمت يعني من قبل حرس الثورة واستهدفت يعني نقاطها وأهدافها بشكل واضح للكيان الصهيوني بمنظر وفي يعني رؤية كل العالم. يعني هذا يعني عمليات يعني لايف وحي وكل العالم يشاهد هذا العملية. يرسل رسالة للكيان الصهيوني بأنه هذا يعني بداية قوية ومدمرة ويستطيع أن يستمر ليس بعدة آلاف عدة مئات، يستطيع أن يعني يتوسع ويعني يزيد في عدد الصواريخ وتوسيع الأهداف بموضوعات وعناوين مختلفة. نعم. وبهذا السبب هذا رسالتها الأساسية، رسالة ردعية ثأرية أقوبية لينتهي الكيان الصهيوني ونتنياهو المجرم، هذا الكلب الوحشي الذي سماها سيد القائد الإمام خامنئي حفظه الله، وبصفة واقعية الذي يعني لا يشبع من 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 القتل ومن الدم ومن التدمير على صعيد الإقليمي، وهذا تهديد، وهذا التهديد لأمن والسلام على صعيد الإقليمي والدولي. يعني كل حتى الدول الأخرى بعد ما يعني نفذت عمليات البيجر في لبنان، دول التي لا يتدخل في هذا الموضوعات يعني بدأوا قلقين في المسألة بأنه كل الإمكانيات الإلكترونية اللي عندهم يكون قنبلة موقوتة بإيد الكيان الصهيوني الذي في أي مرحلة وأي زمان يريد أن يعني يضغط على دول أخرى وشعوب أخرى يستفيد من أدوات غير مشروعة وممنوعة على صعيد الدولي. وحسب المعلومات استفادوا في استشهاد السيد حسن نصر الله في قنبلة معينة في مواد كيميائية بالضبط محظورة دولية يعني سمية. وما استهدفت بالتفجير وقطع الأوسال والإيد والأرجل والبدن، استفادوا من يعني مادة غازية السمية وهذا ممنوع دوليا بالضبط. ويجب أن يعاقب بهذا الارتكاب هذا الجريمة. نعم. بشكل حقوقي بكل المهام. نعم أستاذ هادي سعيد. هذا صورة النهائي الذي يجب استفادوا منه، وكيان الصهيوني لا يسترجع يعني ليس له أي جرأة حتى يعني يأتي بكلام كيفما يعني يريد أن
يرد على هذا القوة العظيمة الذي شافوها ونظروا إلى قوة البسيطة في عمليات الثارية من قبل الجمهورية الإسلامية. نعم، أعود للأستاذ كامل الكنان. أستاذ كامل، الآن حرس الثورة في إيران أيضا بيان آخر أنه رسميا استهدفنا 3 قواعد عسكرية، وأين؟ في تل أبيب في عاصمة الكيان الصهيوني. رسالة رادعة ومهمة جدا. هل تتوقع هذه اليوم الضربة الرادعة الإيرانية ضد الكيان الصهيوني تخفف من هجومها وتخفف من غاراتها على الجنوب اللبناني؟ هل تتوقع أنه الآن الكيان الصهيوني يفكر بإيقاف الحرب على غزة وعلى لبنان؟ يعني أنا أعتقد أنه هو صراع بدأ يوجع الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني في الفترات الماضية كان يتحمل بعض الضربات من حزب الله ومن اليمن ومن العراق، ولكنها لم تكن توجعه بشكل كافي. بالضبط. ولكن أن تضرب القواعد الجوية بمعنى أنك تسلب منه قدرته على الطيران والقصف، أو على الأقل تحدد منها، فسيضطر هنا هو إما إلى الذهاب إلى أمريكا، وأمريكا الآن سوف تكون متورطة بالحرب بشكل مباشر إذا سمحت للكيان الصهيوني بالاستفادة من قواعد العسكرية. كانت هنالك خطة أن يستفيد من القواعد البريطانية في قبرص، ولكن السيد نصر الله وحزب الله حذروا بخطابه بأحد خطاباته رحمه الله. من المحتمل إذن أن من المحتمل أحد الخيارات المطروحة أمام الكيان الصهيوني، ولكن مع وجود هذه القدرة الردعية، مع وجود هذه الضربة القوية الآن من إيران، سوف يفهم الذين يتعاونون مع الكيان الصهيوني أن الأمر ليس لعبة، أن يعني أنك لا تساعد الكيان في قصف مستشفى في غزة أو قرية في جنوب لبنان، وإنما دولة قوية قادرة على الردع. وهذا جزء مهم من الرسالة كما تفضل الأخ الأستاذ محمدي، أنها هذه الضربة بها رسالة ردعية، يعني من الناحية الواقعية تضرب العدو، تقضي على أهدافه، تضرب مقرات الاستخبارات والقواعد الجوية، ولكنها تؤدي إلى رسالة ردعية للقرار السياسي. نعم. بمعنى بالضبط بمعنى أن تمحو من ذهن القائد السياسي اختيار الرد واختيار استمرار التصعيد، لأنك سوف تخسر إذا أردت. يعني الحديث عن أن الرد بصاروخ واحد يستلزم الرد بألف صاروخ، بمعنى أن نضرب القاعدة التي ينطلق منها العقل السياسي في اختياراته. هذا الاختيار راح يكون ضعيف، اختيار التصعيد راح يكون إذا مو ملغي نهائيا هو بعيد جدا، لأن يعني لا يوجد عاقل يفكر بطريقة اليوم يقصف ب400 صاروخ ويذهب إلى خيار أن يقصف بألف صاروخ. نعم. فبالتأكيد هو هذا ردع، مو بس ردع ميداني، مو بس ردع على بنية المجتمع الصهيوني، بنية جبانة دائما يقاتلونكم من وراء جدر، وإذا قاتلوكم ولوا الأدبار وإذا وثم لا ينصرون. هذه القضية معروفة، الكيان الصهيوني يحارب بالقوة الجوية وبالقصف وبالطائرات، لأنه حينما يخسر طائرات أمريكا تنطي طائرات، يخلص صواريخ أمريكا تنطي صواريخ، ولكن جندي لا يوجد، حتى أمريكا ما عندها تنطي، لا يوجد الآن جندي، لا في أمريكا عند استعداد يموت من أجل روكفلر، ولا ببريطانيا عند استعداد يموت من أجل تشرشلو، بفرنسا يموت من أجل نابليون. لا يوجد مقاتل يؤمن عقيديا بهذه القضية، لا يوجد. هذا الموجود فقط في المنطقة الإسلامية عند الناس العقائدين المجاهدين، اللي السيد نصر الله يقول إحنا منتصرين، تقتلونا نستشهد، إحنا منتصرين، حتماً سننتصر. هذا المعنى، معنى تفتقده العسكرتارية الغربية، العسكرتارية المادية المتوحشة التي تفكر بالقتل والتدمير والكذا، ولكنها لا تجد إنسان يدافع عنها مستعد أن يموت في سبيل هذه المبادئ الوحشية، في سبيل هذه الجرائم. إحنا عندنا بالعكس، إحنا نفتخر، إحنا عندنا القائد قبل ما يصير قائد كبير هو داعي ألف مرة أن يستشهد، هو رايح متعلق بأسار الكعبة أن الله يرزقه الشهادة. نعم. فهو هذا أقسى ما عندهم أن يقتلونا، ونحن نعتقد أن القتل هو أحد الحسنيين، إما أن يعني النصر أو الشهادة. فإذا هذا التكافؤ المائل لصالح محور المقاومة، هذا الميزان الذي يكون لمصلحة المقاومة في القدرة على التعبئة البشرية، في القدرة على إيجاد مقاتلين متطوعين مجاهدين. هذا شوف الموقف اليمني، الموقف اليمني من تشوفه من تحسبه بالحسابات المادية يطلع معقولة، يعني معقولة هاي اليمن تتفاجئ، يعني تتفاجئ أنه تواجه أمريكا وتواجه بريطانيا وتواجه 16 دولة من ضمنها السعودية والإمارات وعالق المنطقة عليهم، وهم هذا الشعب الفقير المضحي المجاهد البطل العزيز. إذا نحن أمام قوة متسعة ميدانيا، متزايدة، متكاثرة، تمد ساحة المعركة بمقاتلين أبطال شرسين شجعان لا يخافون الموت،
وعندك هناك جبان منهزم لابد له بألف وسيلة حماية وما قادر على أن يحمي قواعده ويحمي أماكن. أنتقل الأستاذ هادي محمدي بنفس صيغة السؤال اللي سألت به الأستاذ كامل الكناني، هذه الضربة الرادعة هل ستجعل اليوم صناع القرار بالكيان الصهيوني أن يفكرون بإيقاف الحرب الاتجاه نحو حلول سلمية عبر وسطاء؟ هذا يعني حساب يعني منطقي عند الكيان الصهيوني وعند الأمريكان الذين يديرون إدارة مباشرة لهذه الحرب. أولا يحاسبون ألف حساب في أنه إذا يستمرون في أنجهية والمقامرة والوحشية من أي اتجاهات يكون مسيره تدمير أوسع ويقرب الكيان إلى انتهائها. بهذا السبب أحد رسائلها أولا تجاه المقاومين برفع المعنويات واندفاعات المقاوم تجاه هذا الكيان حتى يستمرون وينتهون بجرائم هذا الكيان. بهذا السبب أنا يعني أتوقع بشكل يعني خلال أيام نكون مشاهدين ومتوقعين بأنه يبدأ من تحت الطاولة يبدأون المفاوضات ويخططون بانتهاء هذا المسألة، خاصة ارتباط الملف اللبناني في مؤازرتها ودعمها ومساندتها لشعب الغزي ومقاومة الغزي في فلسطين وفي الضفة. بهذا السبب أنا أتوقع خلال أيام أحد الحلول الأساسية لتوقف التدمير الكامل للكيان الصهيوني يعني قبول بانتهاء الحرب الجنونية الوحشية في فلسطين وفي لبنان. نعم طبعا أستاذ هادي، أيضا الآن الأخبار اللي قاعد أيضا نسمعها، هل يعني رسميا هناك ضربة ثانية وضربة صاروخية أخرى؟ هذا خطط عسكرية لا نستطيع أن يعني نتطرق فيه. هناك خطط معينة، هناك جهوزية آلاف الصواريخ والمسيرات خاصة الجديدة الذي استفادوا خلال هذه العمليات، وحسب التطورات وحسب ما يعني يحتاج وحسب الردود الإعلانية وغير إعلانية يكتمل هذه الخطوات المبرمجة عسكريا وينفذ على الأرض. نعم أعود أكيد مع الأستاذ كامل الكناني، توقعك للمستقبل القريب الأيام القادمة؟ أحسن الحل للولايات المتحدة الأمريكية هو التفريط بنتنياهو، الذهاب إلى تهدئة يكون ثمنها التضحية بحكومة اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني، والعودة إلى يعني موضوع ما قبل 7 أكتوبر. ما 7 أكتوبر كان الكيان الصهيوني يركز على أن نتنياهو لا يريد العودة إلى هذه الظروف، لا يريد العودة بدون القضاء على حماس، لا يريد العودة بدون إطلاق سراح الأسرى. هذه الأهداف لا تنسى إذا اليوم نتنياهو أستاذ كامل عاد إلى ما قبل 7 أكتوبر تعتبر هزيمة قاسية للكيان الصهيوني. هو أحسن طريقة، هو عنده ضغوطات داخلية، أحسن طريقة للحفاظ على الكيان الصهيوني من الدمار الشامل القبول بهذه الخسارة. نعم. والولايات المتحدة الأمريكية تفرط بنتنياهو وتسمح له بإنهاء حكومته وربما الذهاب إلى محاكمة والذهاب إلى سجن من أجل أن تبقي هذا الكيان المهزوز، هذا الكيان الزائل، هذا الكيان الضعيف. أفضل الخيارات إلى هو القبول بهذه الحقيقة، القبول بأن محور المقاومة يملك قوة رادعة وعليك أن تتفاهم، وإذا تريد تطلق سراح أسراك يجب أن تطلق سراح السجناء الفلسطينيين، يجب أن تتفاوض. يعني بالضبط اليوم هذه الضربة ستجر اليوم الكيان الصهيوني من أذنيه إلى الخيار الآخر، خيار تصعيد يهدد الكيان بتهديد وجودي، تهديد بنيوي. يعني الحديث عن نهاية الكيان الصهيوني. عذرا المقاطعة أحبة المشاهدين، هذه الصور من عدسة قناة الأيام الفضائية بوسط العاصمة بغداد لاحتفال العراقيين بهذه الضربة المباركة، احتفالات عفوية بأعلام اليوم محور المقاومة بأعلام حزب الله. اليوم حقيقة كنا عايشين بهذه الأيام الماضية. فتخبر اسمح لي، يعني مجلس الوزراء العراقي الآن قرر قبل ما أجي للاستوديو التصويت على 40 مليار
مساعدات لغزة وللبنان، وزارة الصحة وزارة التجارة تشتري مواد بدون سلسلة التوريد والعقود الرسمية، يعني نعم. تجاوزا للقوانين لتسهيل سرعة إجراءها دعما لغزة ولجنوب لبنان. جيد، ما شاء الله، شكرا أكيد لدولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. هذا اليوم المشاعر العفوية اللي قاعد نشاهدها، هؤلاء الناس اليوم الطالعين فرحانين، إن كانوا بالشارع أو في مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية كانت هناك غصة وحزن كبير، خاصة لما نرى تعليقات الشامتين من أراضي للأرض، من حثالات المجتمعات، المتصهينين المطبعين الطائفيين الذين يقفون مع الكيان الصهيوني ضد مثلا محور المقاومة، لأن محور المقاومة هويته شيعية لا أكثر ولا أقل. أحد التعليقات الرخيصة، يعني أحد الأشخاص يتكلم وياه يقول له شنو رأيك إذا محور المقاومة حرر القدس؟ قال لا عمي عفوها بيد الكيان الصهيوني. تخيل أحد الوهابيين الأنذال الداعمين لعصابات جبهة النصرة وتنظيم القاعدة وداعش، حتى اليوم داعش ودخولها العراق كان بأيادي صهيونية، ثأرا للعراقيين، ثأرا لليمنيين، ثأرا للسوريين واللبنانيين، هذه الضربة المباركة ثأرا لكل أحرار العالم، ثأرا لكل أحرار العالم. أمس أشاهد الرئيس الفنزويلي يقول تحيا فيفا بلستينا فيفا لبنان، تحيا لبنان وتحيا فلسطين، ولدينا حكام عرب خونة جبناء تحت أقدام نتنياهو، ولكن هي الكرامة واحدة، هنا كرامة وهنا كرامة، ولكن أسلوبكم وشخصيتكم هي شخصيات ضعيفة، شخصيات تعرفون ليش؟ لأن هناك الدول اللي موجودة، مثلا العراق أتى بنظام ديمقراطي، وعندك مثلا إيران أتت بثورة، أنتم اليوم كراسيكم أنتم وأباءكم وأجدادكم فرحانين بالتأسيس وغيره، يجي بيكم الاستعمار إن كان بريطاني أو فرنسي وانتقل لحماية أمريكية. هذه اليوم الفرحة العفوية لأهالي العاصمة العراقية بغداد وبقلب العاصمة بغداد من ساحة التحرير، مشاهد مثلجة للقلب أستاذ كامل. يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى بعد غم وبعد حزن وبعد شهادة السيد بطل المقاومة وزعيم شهداء المقاومة سيد نصر الله، كانت هنالك غصة كما تفضلت، ولكن الله سبحانه وتعالى منتصر، الله غالب على أمره. أنا ما تزعزع شعوري بالنصر وبالثقة بالله سبحانه وتعالى، ونشرت بعض المنشورات أمس وأول أمس أن الرد قادم والرد سريع والرد سيكون أقسى من الرد الأول، والله سبحانه وتعالى راوانة يعني، والسيد نصر الله الآن فرح في جنته بأن الخبر ما ترونه وليس ما تسمعونه. نعم سيد العزيز، رأينا أنصارك وأتباعك وأحبابك يلقمون هذا العدو حجرا مهما إن شاء الله. مخرجنا العزيز، عندنا بعد وقت أكمل تغطيتنا لو نعم انتهى الوقت. أحبة المشاهدين، إلى هنا تنتهي تغطيتنا، اعطينا دقيقة مخرجنا حبيبي اليوم فرحانين، اعطينا دقيقة واحدة الله يخليك. دائما ربطة العنق السوداء تدل على الحزن وتدل اليوم على القهر، وكنت حزين جدا على اختيار أو استشهاد السيد حسن نصر الله، ولكن بعد هذه الضربة لا مكان لربطة الحزن السوداء، الحمد لله والشكر. إلى هنا أحبة المشاهدين تنتهي هذه التغطية، نلتقيكم بتغطيات أخرى، تغطيات كلها فرحا ونصر لمحور المقاومة. إلى اللقاء.